ومن اهل الجزيره نروح لاهل مدينه نصر وزميلنا العزيز فاروق صلاح. مساء الخير يا فاروق. كل التحية ليك يا كابتن أيمن، وكل التحية لضيوفك الكرام كابتن شريف عبد المنعم، الكابتن علاء ميهوب، الكابتن عادل عبد الرحمن، والكابتن هاني رمزي. والشكر أيضا موصول للزملاء الأعزاء مريم سميح في مقر النادي الأهلي بالجزيرة، والزميلة العزيزة هنا أبو القاسم في فرع النادي الأهلي بالشيخ زايد. من هنا من فرع النادي الأهلي مدينة نصر أقول لك كل الأجواء، الاستعدادات اللي يعني بتسير على قدم وساق هنا من الإدارة التنفيذية في النادي الأهلي، واستعدادات النادي الأهلي طبعا لمباراة تحديد المركزين الثالث والرابع مواجهة الأهلي الميراث. منذ الساعات الاولى والاداره التنفيذيه بالنادي الاهلي بتتابع عن كثب كل الاجراءات، اتخاذ كافه الاجراءات الاحترازيه، مخصصين اكثر من مكان لمتابعه هذا اللقاء. المكان الرئيسي اللي احنا موجودين فيه حاليا هو الحديقه الرئيسيه والشاشه العملاقه، ايضا المكان والشاشه المخصصه في منطقه الفوت كورت، ايضا في منطقه الالعاب الترفيهيه ومنطقه حمامات السباحه. خمس اماكن وفرها الاداره التنفيذيه في فرع النادي الاهلي مدينه نصر لمتابعه هذا اللقاء، يعني على الرغم من ارتفاع درجات الحراره، ولكن يعني توافد الاعضاء منذ الساعات الاولى، الجميع طبعا هنا حريص ان هو يكون موجود. انت عارف يا كابتن ايمن، كواليس مباريات الاهلي هنا في سواء في مقر الجزيره في فرع مدينه نصر في الشيخ زايد، الجميع بيكون حريص ان هو يكون متواجد، ان هو يؤازر ويساند النادي الاهلي. الامور اللي انا لمستها النهارده يا كابتن ايمن، يعني كان ليا حديث مع اعضاء الاهلي القدامى، اعضاء النادي الاهلي في مدينه نصر، الجميع اجمع ان دي واحده من اصعب منافسات النادي الاهلي في كاس العالم، انك بتواجه وواجهت فريق الدحيل لصاحب الارض، بتواجه بطل اوروبا بايرن ميونخ، وايضا النهارده بتواجه البطل امريكا الجنوبيه بالميراس، كانت واحده من اصعب المواجهات في تاريخ النادي الاهلي في ظل مشاركاته في كاس العالم. الجميع ايضا اجمع، يعني انت عارف يا كابتن ايمن، قيمه النادي الاهلي وقيمه الحزن اللي عند الاعضاء هي مش مقتصره فقط على الجماهير، لكن عايز اقول لك ان الاعضاء ايضا هنا عندهم حاله حزن طبعا من عدم الفوز على فريق بايرن ميونخ والصعود، ودي قيمه النادي الاهلي، ان انت دايما لما بتكون في بطوله هدفك دايما ان انت تاخد المركز الاول. لكن الجميع اجمع النهارده ان شاء الله ننسى خلاص صفحه مباراه بايرن ميونخ، بنركز في معادله انجاز عام 2006 وان احنا نحصل على الميداليه البرونزيه. الجميع بيثق في اللاعبين، بيثق ان شاء الله في الجهاز الفني، كل الجماهير ان شاء الله يعني ان شاء الله النهارده تفرح وتكون سعيده فوز النادي الاهلي ان شاء الله. ابارك لك ان شاء الله يا كابتن ايمن، وبارك طبعا لضيوفك الكرام ولكل مشاهدينا ان شاء الله عقب نهايه اللقاء. من جديد تعود الكلمه ليك يا كابتن ايمن، اتفضل. شكرا جزيلا زميلي العزيز فاروق صلاح ومن